السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات، أنا عند طلب ديالكم. أخوات اللي طلبوني على الفيديو شوية طوال، هما بالنسبة للشورت البنات راني قلت لكم عندنا وقت محدد، ما يمكنش نفوتو 60 دقيقة، 60 ثانية، عفوا 60 ثانية. هنا الأخوات كما كتشوفوا هنايا الأدوات باش غادي نصنعو بريدات زوينين. هادو هما المتطلبات، يعني بسيطة، عندنا مقص، قلم، خيط عادي، دائرة، تقدري تستعمل أي دائرة، هذه شمعة، ولكن أي دائرة في هذا الحجم هذا كنرسموها كما كتشوفوا. يعني أشياء بسيطة نقدر نصنع حويجات زوينين بحال هاد الوريدات، تقدري تستعملي في أي حاجة، تزيني بهم أي حاجة. كنقطعوا الدوائر على هاد الشكل هذا، يعني نتمنى الفيديو يعجبكم البنات. هنا كناخدو القرص كنقسموه على جوج، ومن بعد تبعوا الطريقة ان شاء الله وغادي تعجبكم. كما قلت لكم البنات على لي فيديو شورتس، انا ما يمكنناش نفوتو 60 ثانية. الا في 60 ثانية الفيديو ما كيجيش كامل، وانا كنضطر انني نزرب واحد شويه باش كنحط لكم فيديو باش كتشوفوا المراحل كلها. وتشي اللي كاين البنات بالنسبه لي شورت. اما بالنسبه لفيديو طويل كما كتشوفوا هنايا مراحل بكل بساطه، بكل يعني خفيف، ما فيش سرعه، بهدوء او ببطء شديد. الطريقه هي هذه البنات، كنقسمو ومن بعد كناخدو الطرف الاول كنشدو في القنت، ومن بعد كنمشيو كنشدو ثاني القنت الاخر. وتبعوا الطريقه راه ساهله البنات، ونتمنى تعجبكم وتردوا عليا في لي كومونتير. البنات اللي جربوهم يردوا عليا في كومونتير وقولي لي ان جربناهم. وسمحوا لي البنات الا كنزرب حتى في الكلام، لان هذه طريقتي، سمحوا لي بزاف. المهم البنات هذه الطريقه يعني سهله بزاف، ما فيها حتى شي تعقيدات. هانتوما البنات كناخذوا يعني كل ورده كناخذوا منها جوج دوائر، والدوائر كنقسموهم على نص. هانتوما البنات يعني طريقه بسيطه، انا يعني ملي كندور داك الخيط ديالنا كنركبو فيهم هذوك النصوصه كاملين بربعه، من بعد كنجر الخيط ديالنا بشويه، كنجر حتى كنحصلوا على الوريده ديالنا كما كتشوفوا بكل سهوله. كتجي شي حاجه زوينه. ومن بعد غادي نزينوا بدوك العقيقات، ومن بعد كتقدري تزيني باي حاجه، كسوات ديال البنات الصغار، مناديل، مناشيف، سرب ديال الكوزينه، مناديل ديال الكوزينه، او لا النيبان ديال الطبله. المهم كتزيني باي حاجه، اي حاجه البنات. صراحه كيجيو وريدات زوينين وخفافين وظرافين، نتمنى يعجبوكم. وما تنسونيش لايك البنات وتعليق زوينه ديالكم.